فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في العصر الحاضر أصبح الناس يسهرون في الليل، فإذا جاء الفجر بدأ عليهم النعاس وعدم النشاط، فإذا أطال الإمام شق عليهم، فهل يراعي ذلك ويخفف؟ لا يغير السنة علشان تغيير الناس الليل والنهار، يجعلون النهار ليلا والليل نهارا، ما يغير السنة من أجل ذلك، بل يلزم السنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.